إن مشاهدي قناة الشعب قناة شوفتي ومرحبا بكم في هذا البث المباشر في طوب مدينة الدار البيضاء من قلب سوق الجملة للخضرة والفواكه. يعني كما تشوفوا معنا صبيحة يوم السبت السوق عامر ورواش كبير هنا داخل السوق. الله يسهل على كل واحد كيجيب طبق خبز حلال طيبه. كيف تشاهد معنا مشي الكرام، شوفوا السوق شحال عامر، هونداش داخلين خارجين، خيرة ديال بلادنا وبلادنا فيها الخير. يعني الأثمنة مستقرة، الأثمنة مستقرة. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الناس كيشارجيو السلعة ديالهم. Thank you.